دي اي حاجه قلتيها بالحرف جبت لك عشان ما ترجعيني ان شاء الله ما تكون نسيت لك حاجه ما بنسى بعدين انا طوالي كده كنت العيال كلها قلت لها انت لك حواسيب الشعيريه الله الشعيريه اسوي السلطه الله نسيت الزبادي برضو هاك يا مرمت جبتين ها جبتهم يا اخي اوعى تكون نسيت زي كل مره يا اخي ما نسيت ما نسيت حاجه قلتيها زبادي ما قلت لك الزيت وين الله زيت يا اخي يا عوض عوض ما تنسى الكهرباء الراجل ده نعمل معه شنو يا ربي جنه ينسى ارسله لاي حاجه ينساه انت انا اكتب له ورقه ولا شنو العش كم قالت ب عوض انت فينا سيانك ده لسه ما يا هم الشاي صبر يا اخي مسيان شديد والله طوالي ناسي انت لكن مبدئيا كده عمل ب 2 جنيه مبدئيا كده والله ما عرفنا شنو معنا سيانا صبر يا اخي عوض الله الناس كلها بتنسى والله العظيم احنا زادنا قاعد ننسى عوض والله والله عادي ان سيانا ما تضايق وناخذ يا زلمه الموضوع ده عادي والله ما عرفنا نعمل لك شنو لا بتتعالج والله ان شاء الله طيب السلام عليكم يا عوض القروش يعني انا اعمل شنو؟ ما قاعد انسى يا اخي بنسى النسيان ده ما عاد يا اخي بظن بنسى حاجه الورقه اللي كتبتها عليك وقعتها وجيتني انا اعمل معك شنو؟ انا ذاتي ما اعرف اعمل شنو ها؟ لكن بنسى عادي يعني ما حاجه بتزعج يعني الحاجات دي امره بجيب لنا براي؟ لا لا طبعا اها طيب نعمل شنو نتصرف كيف كده وريني انت عندك حل؟ يا زول عندي حل اها شنو؟ يا اخي شفت الموبايل ده بشيله معايا الدكان بس اصل كده اضرب لي قول له جيب كده وجيب كده وجيب كده كده ما بنسى بالموبايل؟ والله يا اصل ما نعمل شنو نسى يا انت والله عادي انا زي كلها بتنسى انا اللي قدامك ده بنسى والله ما عرفنا نعمل معاه شنو نسى يا انت يا عوض النسى يا انت عادي انا اللي قدامك ده قاعد انسى لا العظيم عادي ما بنسى نسى يا انت مبالغ قال عادي ما قاعد تنسى ذاتك انا ذاتي بنسى بعطاك من الموضوع ده قالت ربنا كريم يا زلمه يعني ما اعمل لك شيء كيف اولادك تمام والله تبارك الحمد لله الله يسلمك الله يسلمك يا عوض العيش كده احسن والله فكره الموبايل دي مريحه لانه راجل نساي ذاته كله ما ساعه ينسى بس بالموبايل اقول له الحاجه الدايره كده انا حاسس كده انا اضرب له ثاني ما ينسى ولا شيء اي شيء يجيبه لي زي ما هو لانه خلاص انا فترته